السلام عليكم. الفيديو الاول درناه بالانجلي، هذا كان بارت 1. دابا غادي نديرو بارت 2 وغادي نحاولوا نديروها بالدارجه. الفيديو الاول بين على البريباراسيون وكيفاش وزناه وداكشي. هذا الفيديو الثاني هو اللي وصلنا فيه لداكشي اللي تيفرح. دابا الفرحه والنشاط ها هو صاد. هذا ايبوكسي تيجي جوج قراعي ريزن والهاردنر ديالو تيتخلطوا واحد في واحد. نفس القيمه اللي تدير من هذه القرعه ديال الريزن هي نفس القيمه اللي تدير من القرعه ديال الهاردنر. خاص تخلطهم على الاقل واحد العشرة دقائق حتى تيولي داك الخليط ديالك متناسج تيولي شفاف شفاف مزيان. دابا حنايا هنايا غادي نخلط هاد السطيله الاولى وغادي نديرها في اللون تيركواز، وغادي نخلط السطيله الثانيه بالزرق، وفي نفس الوقت السطيله الثالثه باللون اللي غادي الاخضر بين الاخضر والزرق والتيركواز، حيت انا باغي نخلطهم كاملين. تيركواز أوف في الغبرة هادشي. هاد اللون دايرين بحال المكياج ديال العيالات، تقدر كاع تستعمل المكياج ديال العيالات الا بغيتي. عاوتاني خلط خلط خلط. هادي غادي تكون ديك لاباز ديال الطبله اللي تتبين بحال راه الماء دايز وسط هذيك الطبله بحال شي واد صغير. دابا ها هما من بعد شويه خلطناهم كاملين الالوان، ولا عندنا دوك كاملين اللوينات اللي نستعملو لتحت واجدين فهاديك لاباز. غادي نستعملو هاد الالوان ديال الايبوكسي طبيعه الحال. المدام خاصها تورينا شويه في الدار ومن حقها. دابا بدينا تنخويو هادوك اللوان. تقدر تخوي بالطريقه اللي بغيتي، ماشي ضروري دير هاد الطريقه، على حسب انت شنو باغي الديكور اللي باغي دير فهداك التحت ديال ديك الريفر. انا خويت نص نص ومن بعد الزرق في الوسط وعاد نبقى نخلط فيه ونجلط فيه. المهم في الاخر ملي غادي نشوف يكون فيه شي ديكور على حسب نشوف هذاك الشيء غادي مزيان. صوري تحت الانتقاء ديال ايبوكسي. ملي كتخلطو بزاف تتخلط تتخلط تيوليو فيه واحد البابلز. هادوك البابلز يتحيدو اما بالتورش اللي هي بحال العافية تورش، ولا الهيت غان. الهيت غان بحال شي سيشوار ولكن تيطلق واحد السخونية عالية. دابا خوينا هادوك اللوان بجوج لتحت ودرت الوسط ديالهم هاد اللون زرق، ومن بعد غادي نخلطهم شوية ونشوف شنو يعطيو في الاخر. مهم على اساس انه هاد اللوان كاملين عندهم علاقه بالماء باللون ديال الماء، ونشوفوا واش يعطيونا داكشي اللي بغينا ولا لا. هذه انا اول مره تنصاوب هاد الطبله، سو ضروري غادي يكونوا اخطاء ولكن تعلموا منهم المره اخرى. السعاده السعاده في هذه المرحلة ملي تتبدا تخوي داكشي كاين شوية الفرحة. من بعد ملي يبدا ينشف تقدر تشد ديك الخلعة إلا داكشي ما جايش كيما باغي. هاد الإيبوكسي تيستغرق واحد
24 حتى 48 ساعه باش ينشف. حنايا ما بغيناش ينشف كومبليتلي حيت خصنا نبقاو نعمرو فوقو ايبوكسي حتى تنغطيو هذاك الخشب. الخشب خلينا واحد 2 مليمتر ولا 3 مليمتر في الجناب ديالو باش في الاخر منين كبو هذاك الايبوكسي حتى للفوق غادي خصو يغطي لينا الخشب من جنابه ومن كل شيء ويغطي كل شيء تولي منين ينشف يولي طبقه وحده صفحه وحده. دابا داز 8 سوايع انا تنخلط الايبوكسي الاخر درنا فيه واحد شويه ديال اللون صفر باش يعطينا شي شويه يبدل لينا دوك اللوان يزيدنا ولكن بقى شفاف. طبيعه الحال عاوتاني خلط واحد 10 دقائق او منين كبوه خصنا نعاود نستعملو ديك التورش باش نحيدو البابلز. فهاد المرحله هذاك الايبوكسي اللي كبينا اللي فيه اللوان راه 8 سوايع نشف يعني تقدر تقيسو بيدك ولكن باقي تتحس بيه تيتلصق ما ناشفش كومبليتلي حيت الا خلينا نشف كومبليتلي خصنا نعاود نحكوه بكاغيط حراش عاد نعاود نكبو فيه ونقيو هذيك الداست. حنا اللي مبغيناش نديرو هكا خاص نخليوه ينشف عي شويه ونزيدو فوقو هذا ومن بعد هو تيسخن وتيدير واحد الكيميكال رياكشن وتيشد في بعضياتو هذا الجديد مع اللي درناه هذه 8 سوايع. وعلى حسب الشوفه غادي نبقاو نكبو في الايبوكسي حتى معرضلين حيت هادشي ما طالعش يعني كل كبينا الاول في اللون هذا دابا الثاني وباقي غادي خصنا الثالث وربما الرابع. طبيعة الحال مادام ضروري خصها تحط التاتش ديالها هنا من بعد ما ضربتو بالهيت غان راتي ما بقاوش يبانو البابلز يتحيدو موروكن تاتش. وهذا الشيء اللي يتدفن هنايا ما عمره ما يخرج حيت هذا الايبوكسي ملي تيتشف تيولي بحال هارد بلاستيك ولا دجاج ولا شي حاجه ما تيبقاش ما تقدرش تعاود تجبد هذا الشيء مره اخرى ولا شي حاجه غادي يبقى تما. دابا دازت واحد المده عاوتاني حنا تنخلطو مور ايبوكسي باش نزيدوه فوق الاخر حيت هذاك الشيء ما كافيش. هذه المره الثالثه اللي غادي نكبو طبيعة الحال بقى الرابعه وربما تكون الخامسه كاع. دابا كلشي ولا بغى يخدم في البروجيكت حيت بدات يبان فين غادي وعجبهم بزاف سو كلشي بغى يدير فيه يدو كلشي بغى يخدم ويعجبو. في الاول تيقول لهم مال هذا الحمق اش يصاوب برا لا ما تيقولوش عايش تنضحكو. سو دابا غادي نغطي حتى الخشبات شي شويه باش يبقى فيهم واحد الكوش رقيقه ديال الايبوكسي ولا كان فيهم شي تقيبات ولا شي حاجه يلاه يشربوا شويه الايبوكسي ويتسدوا هذيك التقابي حيت من بعد منين كبوا الطبقه الاخرى وتكون فوق هذاك الخشب ما بغيناهش يخرج فيه شي حاجه. واخا اصلا غادي نعاود نحكو هذيك الطبقه الاخرى وغادي تكون في بارت 3 من هاد الفيديوهات حيت ستيل حتى هاد اللحظه راه باقي الخدمه في هاد البروجيكت. سالت حبيبه
مازال خصنا كوشه اخرى باش نزيد نعمرو الوسط. Yes. هنا تيبانو دوك البابلز مزيان، تخليه شي شويه بيد ما يطلعوا كاملين الفوق، وعاد ديك الساعه بغينا نضربهم بالهيت غان كيما غادي تشوفوا. دابا بغيت عين نقص من الطبقه اللي فوق الخشب باش هذاك الايبوكسي يهبط للريفر يزيد يعمر لينا ديك الريفر اللي ما بغاتش تعمر كاع. هما البابلز طلعوا الفوق تيوليو بحال هكا تيبانو. دابا نستعمل الهيت كان كما كتشوفوا و تيتحيدوا دوك البابلز كاملين. اي هو ما خصش الهيت كان تقرب بزاف ولا توقف في بلاصه واحده لواحد المده طويله لحقاش تحرق هذاك الايبوكسي، يعني تدوز دوزه خفيفه بس تحيد البابلز وصافي. المره الاخرى فاش بغيت نكب هذاك ايبوكسي انا عند بالي راني كنصور بصح ما كنتش كنصور، او طلعت الطبله بحال هكا. دابا هذه المره الاخرى فاش كبينا مني عاقس بالكاميرا ما تتصورش، لقيت راسي زتوليت. المهم كبيت وحيدت البابلز و تغطى كل شيء الخشب في الجناب ديالو كل شيء بحال هذاك الباكس عمر كله. غادي يشكل لنا داك المربع حيت هذاك الباكس اصلا غادي نحيدوه وعاد نعاود نحكو الطبله مزيان من جنابها وكل شيء. اللي غادي تشوفوا هذا الشيء كامل في الفيديو بارت 3 ان شاء الله. هكا ولات تتبان جاجه ومن الفوق راه تيبان لك الريفر دايز. انا بعدا تيبان لي ريفر ما عرفتش نتوما. المهم نشوفوكم ان شاء الله في بارت 3.